السلام عليكم وصبحكم الله بالخير. شلونكم؟ عساكم طيبين. اليوم ثاني أيام عيد الأضحى، تاريخ 17/6/2024. أحب أوثق تواريخي للمستقبل، يعني أحب أرجع له. اليوم إن شاء الله راح ندخل منطقة الروضة، والروضة من جملة المناطق اللي تتبع محافظة العاصمة، جوها وتركيبتها لو تلاحظون وايد تشبه المناطق اللي تكلمنا عنها، الخالدية، كيفان، الشامية والعديلية. وبالمناسبة الروضة قبل كان اسمها العديلية الشرقية، تابعة لها يعني، وكأنها أو كأنهم توأم، واحدة شرقية واحدة غربية، لين سنة 1970 تم تسميتها بالروضة. الروضة أكيد التسمية جت من البساتين، فكونها تشتهر بآبار جوفية ومشهورة مو بس بالزراعة، لا، فيها نباتات وزهور والورد اللي يطلع فيها أشكال وأنواع، فهي تتميز بهذا الشيء، وهذه سبب التسمية بالروضة. مثل ما نلاحظ، أنا تصويري الفجر عشان لا تسألون ليش ما في ناس، لأني سألت ليش الفيديوهات ما فيهم ناس، أتعمد أطلع في هذه الأوقات عشان أصور براحتي ولا أدخل في عتب ولا إحراج لي ولهم. هذا أفضل وقت حقي وشغلي. فتواجدت بهذا الوقت وصورت، والحمد لله شوفوا قرص الشمس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مبين أن نتحكى بالساعة 5:00 وشوي. فالروضة أنا مرتبطة بذهني فكرة، لما نقول الروضة على طول أسمع كنا أحد يقول لي إيه عيال الروضة مشهورين، عيال الروضة مو بالشطانة والبلاسة، بس يعني وايد مرتبط بذهني بزمن من الأزمنة كانوا وايد ينسبون الروضة على طول، يقولون عيال الروضة، شكل عيال كيفان عيال الروضة. فهي من ما شاء الله المناطق اللي عامرة بالسكان، وداخل حتى يعني موقعها حلو بين حولي والنقرة وبين العديلية، تحتها أعتقد السرة وفوقها النزهة، فموقعها وايد حلو، شوارعها جميلة واسعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهي مثل باقي المناطق اللي بدأت يعني تغير البيوت القديمة إلى بيوت جديدة، وتلاحظون في كمية البيوت اللي أعيد بنائها ولا زالت تبنى. هي 5 قطع، ولاحظوا في هذه العلامة ساين في شيء ناقص، منو يلاحظ؟ الروضة مثل باقي المناطق تتمتع بالخدمات، أكيد فيها المخفر وفيها المدارس وفيها المستوصف وفيها الجمعية الرئيسية، وراح أراويكم الأفرع شلون نكون شكلها، لأني هم من سألت شنو الجمعية وشلون شكل الفرع. وفيها جمعية الإصلاح المشهورة، إصلاح الاجتماعي، وهي يعني غنية عن التعريف. وفيها حديقة جمال عبد الناصر، أنا مصورتها لكم وإن شاء الله في آخر الفيديو راح نشوفها.
فهي مشهورة بهذه حديقة جمال عبد الناصر، يطري علي في السبعينات وعلى زمن الله يرحمه ملك السياحة قبل صالح شهاب الله يرحمه ويعفو عنه ويغفر له، كانت تقام فيها الترويح السياحي، يجيبون فرق شعبية وطقطقة والناس تروح تفرش هالبسط ويقعدون جايبين معاهم أكلهم وشربهم واليهالي يلعبون ونقضي وايد أوقات حلوة. كان لها شنة ورنة وكان فيها فعاليات، أذكر وزارة الشؤون كانت تستقلها تسوي فيها فعاليات. الآن لما دخلت لها ما لقيت غير القطاوة. الجمعية هذه هي جمعيتهم بالمواقف، أكيد فيها مكتبة العامة مثل كل المناطق تقريبا، مريحة للأهل سكان المنطقة، كل شيء عندهم متوفر ولله الحمد، الخضار ومطاعم والمساجد منتشرة بكل مكان، اللي هما محطات الوقود أو البنزين هم متوفرة، كلهم يم بعض يعني كلهم في نفس قطعة الجمعية الرئيسية، فكل شيء سهل، يسهل على المواطن إنه أي حاجة يعني أو قريب منه خلنا نقول. فالمنطقة هادية أكيد، هادية لأنه ماكو حد إلا هذا الدليفري. فخلونا نشوف شنو فيها بعد من أشياء صادفتني. يعني هذه الجمعية هذه اللي قلت لكم محطات البنزين، محطات بنزين اللي تكون خاصة لأفراد. وأريد أقول لكم اللون البرتقالي وايد أحبه، الألوان الحارة فعيني تروح على اللون البرتقالي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، البيوت الجديدة ماخذة الشكل الحديث جدا، مريحة جدا. وتقولون ليش ثلاث طوابق كبيرة؟ لأن أكيد عيالهم عندهم في منهم يأجرون عشان يعني إذا كان ماخذ قرض أو شغلة عشان يقدر يسده، فعشان كذي تشوفون البيوت ثلاث طوابق ومساحتها ما شاء الله لا قوة إلا بالله كبيرة. الحين لما نلف هذا الفرع، اللي ما يعرف لما أقول أنا فرع الجمعية، هذا من أصل الجمعية الكبيرة، يكون في القطع عشان لا يتعنون، يكون عندهم نفس القطعة أقرب وأسهل عشان يشترون الأشياء اللي ناقصتهم. لاحظوا الخضرة ما شاء الله، والأهالي جزاهم الله خير مهتمين جدا بالتشجير وزراعة الثيل يم البيت، وهذا مو موجود يعني وايد بالمناطق أنا لاحظته، فعليهم بالعافية وعسى الله يهنيهم. يا جماعة أي أحد يشوف هذا الفيديو سكن في هذه المنطقة الروضة أو عند أهل أو يعرف أقارب ساكنين في هذه المنطقة، ياليت يكتب لي في التعليقات اسم العائلة عشان كلنا نستفيد، يعني فضلا وليس أمرا، ويكون متيقن من المعلومة. يعني امتداد الشارع هذا آخره راح نوصل عند جمعية الإصلاح الاجتماعي، طبعا غنية عن التعريف. الشوارع ما شاء الله لا قوة إلا بالله نظيفة وواسعة، الناس نائمة،
هذه جمعية الإصلاح كان وصلناها عن يمين طبعا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مبانيها كثيرة والمساحة اللي مسوي عليها الجمعية يعني متفردة عن باقي الجمعيات الخيرية عندنا بالكويت. هذه حولي نشوفها لأنها هي بمحاذاة الروضة، جبالها بالضبط. أنا حاول كثر ما أقدر ألف فيها، هي أكلها 5 قطع تقريبا لفيتها كلها. واللي يعذروني اللي ما صورت بيوتهم، فأرد وأقول يا ليت اللي يعرف أسماء العوائل اللي سكنت ولا زالت موجودة ومنو أول عائلة سكنت في الروضة، يا ليت يكتبوا لي في التعليقات عشان الكل يستفيد. هذا بيت ودوانية فرقة معيوف مجلي، من الفرق المعروفة جدا البحرية بالكويت، مثل فرقة العميري وفرقة بن حسين، كلهم والنعم فيهم. هني يعني الواحد لو يمر يوم الخميس جذي المساء يسمع الطقطقة وناس. نازلنا في شوارعها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عليهم بالعافية. أنا أحب الخضرة اللي موجودة واللي يهتمون فيها الأهالي يعني، وتساعدهم الأرض يعني. الأرض خصبة تقريبا في هذه المنطقة، عشان كذي نشوفه ما شاء الله لا قوة إلا بالله أخضر. هذه حديقة جمال عبد الناصر اللي كلمتكم عنها، وهذول القطاوة اللي استقبلوني ما كان فيها أحد أكيد، أنا رايحة الفجر. يعني أنا من زمان مرايحة لها، بس استوقفني فكرة المساحة، ما شاء الله كبر الحديقة، ما كنت منتبهة قبل إنه بهالحجم هذا. فعليكم بالعافية يا أهل الروضة. كانت الحديقة لها لو تتكلم تقول شنو اللي صار على أرضها في ذيك الأيام، 70s and 80s كانت أوجها. حاطين الساينز ملوت ممنوع الشوي، أعتقد إن كانوا يشوون يأذون الناس تشوي يعني في الويك اند وكذي، فيضايق السكان، فحاطين لهم الساينز انه ممنوع الشوي. شفتها باكثر من مكان داخل الحديقة، لا تخافون انا اللي مسوي الحركة هذه مالت الديروفة مو يا نانوة. هذه اللي هي الساين اللي تقول ممنوع الشواء. وبرا الحديقة لما طلعت لقيت اللي هما الفود تراكس موجودين، نفس بالعديلية شفتهم في أكثر من مكان. هذا توجه أخير للبيع وتسهيل المطاعم يجون لين عندكم يعني. فإن شاء الله استمتعتوا معانا، وأقول لكم في أمان الله، مع السلامة.